فرض نصر حسين داي التعادل السلبي على سريع غليزان ليؤجل ضمان البقاء للسريع إلى باقي الجولات الأخرى برصيد 42 نقطة. حمزة الزروقي بعث بالتالي. الناس كامل شافت المباراة تاع اليوم اللي كانت في القمة على كل حال، ونظن بدون يعني سانز اوكان دوت اون بيردي دو بوان باسكو كان في المتناول لينا، كنا قادرين في اي وقت نسجلوا. للاسف تسرع ما خليناش باش نسجلوا الهدف هذاك اللي كان يسمحنا. والله نقدر نقولوا تعادل مش بطعم الخساره، مي بطعم الفوز، باسكو احنا ان شاء الله اليوم ما كناش كيما موالفين. كاين دو بارامتر اللي خلونا ما نكونوش كيما كنا كينا موالفين. كاين البارامتر الاول هو لا فاتيك، باسكو براتيكمون لي 11 جوار اللي قاعدين يلعبوا بليس لي زابسون اللي راهم كان عندهم تاثير كبير سيرتو في وسط الميدان اليوم. الله غالب كنا ما ساعدناش الحظ كيما المباراه هذه كيما يقولوها ما تاع حظ. لا غالب كيما يقولوا احنا عندنا 42 بوان، ان شاء الله نروحوا دوك بالعباس ان شاء الله نزيدوا نخدموا هذه السيمانه، نروحوا بالعباس ان شاء الله بنيه الفوز وثلاث نقاط.